سيدي يعني بينما كانت الحافلة اللي جاية من شارع مادبة نزولا من اتجاه المصدار بخصوص السائق يعني على ما أعتقد أنه فقد السيطرة، وهي الملحوظة بقدرها خبير من عندنا من إدارة السير. الإصابات 5 إصابات وإصاباتهم إن شاء الله أنها تكون بسيطة، وكان مشتركة بالحادثة 4 أو 5 مركبات. تحطمت مركبة زي ما شاهدتوا قبل قليل اللي كانت محشورة ما بين العمود والباص، باقي المركبات إصاباتها خفيفة، إصابات مادية. اللي صار بالضبط إنه الباص نزل مهور، نزل باص بسرعة رهيبة يعني زي الريح، وفي سيارة كان صافي هون شفتوا زي ما شفتوها عنده السيارة مش مبينة هي سيارة ولا عرباية ولا إيش صارت، ما بتعرفش شو السيارة صارت، وفي كذا سيارة، في سيارتين ثلاثة كانوا واقفين هون مضروبات كمان يعني. يعني حرام بس الشيء هذا يعني، ما المرة هاي قلنا ما فيش أرواح، المرة جاية الله أعلم. حاله حاله سيدي ارجع يا شباب استيقظ عليه هذا وينه؟ ايش فيه؟ ماشي محمود رؤية رؤية هاي صور صور ناس الحجة سيرة يا أخوي اخواني شوية حبايبي يا شباب لو